والله غفور رحيم. مكارم الأخلاق. الستر على المسلمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عمله ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهيد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وعن هزال بن يزيد الأسلمي رضي الله عنه أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم علي كتاب الله، فأعرض عنه أربع مرات ثم أمر برجمه، فلما عضته الحجارة أجزع فخرج يشتد، وخرج عبد الله بن أنيس أو أنس بن نادية فرماه بوظيف حمار فصرعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بأمره فقال: هل لا تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ثم قال: يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.